صحيه وانا ماسك الموبايل ابقى عايزه اكلمهم، عايزه ما اقدرش اعيش من غير الاصحاب والأهل. في حاجه للناس علشان الناس ولا علشان تهربي من احزانك؟ نعم ايه؟ في حاجه للناس علشان الناس عشان انت اجتماعيه ولا بتهربي من احزانك؟ انت سمعت السؤال على فكره الاولاني. تحب أقلك مشاعري؟ أرجوك تجاهك؟ أرجوك. بشوفك كتير حزينة لكن بتحاولي تخفي هذا الحزن وتبيني أنك أسعد واحدة في الدنيا. مش هسألك ده صح ولا غلط، بس قولي لي ليه. ليه بتحاولي؟ أقولك ليه؟ عشان الناس ما تحبش تشوف إلا اللي مبسوط مستعيد. الناس ملهاش دعوة، الناس عايزة تنبسط وعايزة تبقى سعيد. ولا كتومة ما بتحبيش حد يعرف أدق أسرارك؟ لا، هو في المقربين بحب أحكي لهم. الإنسان مهما كبر ومهما وصل لأعلى الدرجات فهو برضو محتاج دايما لحد يطبطب عليه ويوسيه وياخد بإيده. إمتى عشت اللحظة دي؟ لا انا على طول عايشاها يا منى. انا على طول محتاجه ده. محتاجه كده. لا على طول. ليه الطبطبه؟ محتاجه الطبطبه لان ببقى محتاجه ان يطبطب عليا. انا انسانه. انا مشاعر، انا دم ولحم، انا ما اسيبك من نبيل عبيد الهيلمان اللي انسانه بتحتاج الطبطبه، بتحتاج الحنيه، الكلمه الحلوه تاثر فيا، التليفون، يعني كل دي مشاعر. مشاعر ومشاعر لسه شغالة. ممكن تتجوزي يا مدام نبيلة في الفترة دي؟ ليه لا؟ بحثاً عن ايه؟ عن الهدوء، عن الاستقرار.